بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 45. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل الكلام على قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقد انتهى بنا الكلام إلى آخر الآية، وهو قوله تعالى: وما ملكت أيمانكم. وقلنا إن المراد بملك اليمين ما يشمل الأرقة من بني آدم، ويشمل ما يملكه الإنسان من البهائم، فإنه يحسن إلى مماليكه من الآدميين والبهائم بأن يوفر لهم حاجتهم من الطعام والشراب والمسكن، وألا يحملهم ما لا يطيقون. وجاء في الحديث أنه لا يدخل الجنة سيء الملكة، بل جاء في الحديث أن امرأة دخلت النار بسبب هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فالبهائم لها حق على من يملكها، وأيضا لها حق في من يراها تحتاج إلى الطعام والشراب بأن يطعمها ويسقيها، وهذا فيه فضل كبير. قد جاء في الحديث أن امرأة من بني إسرائيل كانت بغيا، يعني زانية، فنزلت في بئر لتشرب منه، فلما خرجت رأت كلبا يلهث ويلهم الثرى من شدة العطش، فنزلت في البئر فملأت خفها بالماء ثم خرجت وسقته، فشكر الله لها ذلك وغفر لها. فإذا كان هذا في الإحسان إلى البهائم التي ليست في ملك الإنسان، فكيف بالبهائم التي يملكها الإنسان ويحوزها؟ فيجب عليه أن يكون حسن الملكة، وجعل الله لها حقا من جملة الحقوق العشرة، وذلك بعد حق الأرقة من بني آدم. قال صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه إذا طعم، وليكسه ولا يحمله من العمل ما لا يطيق. فهذه جملة من الحقوق ذكرها الله جل وعلا في هذه الآية، يتحملها الإنسان ويسأل عنها يوم القيامة. ثم قال جل وعلا: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الله جل وعلا يحب عباده المؤمنين المتقين المحسنين، ويبغض عباده العصاة والمسيئين. ومن ذلك، من أعظم الإساءة، الاختيال، وهو الكبر. الله لا يحب من كان مختالا، يعني متكبرا مترفعا على الناس. والكبر كبيرة من كبائر الذنوب، والكبر هو الذي حمل على الكفر، حمل إبليس فكفر بالله لما تكبر على آدم، وحمل بني إسرائيل على الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم لما تكبروا عليه واحتقروه وجحدوا رسالته وهم يعلمونها. إن الله لا يحب من كان مختالا، من الاختيال هو الكبر والتعاظم. فالإنسان ضعيف، تذكر الإنسان ضعفه وفقره وحاجته إلى الله، فيتواضع لله عز وجل ويتواضع لخلق الله ولا يتكبر عليهم. فخورا، الفخور هو الذي يفتخر بأعماله
ومحاسنه ويعددها، فهذا من تزكية النفس. والله جل وعلا يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. فالإنسان لا يعجب بعمله ولا يتمنن بإحسانه، بل يكون متواضعا ويكون أيضا محتقرا لعمله، متصاغرا لعمله، لأن عليه من الحقوق الشيء الكثير، فهو وإن أدى شيئا يسيرا فإنه لا يؤدي ما عليه من الحقوق، فكيف يتكبر الإنسان وكيف يفتخر بصنيعه وأعماله؟ فمثل هذا لا يحبه الله عز وجل، ومعنى هذا أنه يبغضه، فإن من لا يحبه الله جل وعلا فإنه يبغضه، وهذا يدل على شناعة الكبر وشناعة الافتخار بالعمل وتزكية النفس. ثم قال جل وعلا: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. هذه صفة ثالثة لا يحبها الله ولا يحب أهلها، وهي البخل، وذلك بأن يبخل بما آتاه الله من المال أو من العلم أو من الجاه، فلا يبذله للمحتاجين. فالبخيل هو الذي يمنع ما أوجب الله عليه وهو يقدر. فالغني يشكر الله عز وجل ويحسن إلى المحتاجين، ومن أعطاه الله العلم يشكر الله عز وجل ويبذله للطلبة وللمستفتين ولحاجة الناس، وكذلك من أعطاه الله الجاه فإنه يبذله للمحتاجين بالشفاعة الحسنة في تحصيل مصالحهم ودفع المضار عنهم. أما الذي يبخل ويمتنع من بذل المال للمحتاجين وبذل العلم للطالبين وبذل الجاه للمحتاجين فهذا بخيل، والبخيل يبغضه الله جل وعلا ويبغضه الخلق، حتى أولاده يبغضونه إذا بخل عليهم. فالكرم يحبب الإنسان إلى أضداده، والبخل يبغض الإنسان إلى أولاده، كما جاء في الحكمة: الذين يبخلون. الصفة الرابعة أنهم لا يقتصرون على البخل في أنفسهم، بل يأمرون الناس بالبخل، والعياذ بالله. هم يبخلون في أنفسهم ولا يريدون من أحد أن يجود بما أعطاه الله، فيأمرون الناس بالبخل ويعيدونهم بالفقر ويقولون له: ما لك وللناس، اترك الناس، لا تعود الناس عليك، لا تدربهم عليك، وما أشبه ذلك. فهذا أمر بالبخل، وهذا يشارك البخيل. الذي يأمر بالبخل كالذي يبخل في نفسه، لأنه يأمر بالمنكر، لأن الأمر بالكرم والأمر بالبذل والإحسان هذا أمر بالمعروف، وأما الذي يأمر بالبخل فهذا يأمر بالمنكر، ويبخل ويأمرون الناس بالبخل. ثم قال جل وعلا: وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. أعتدنا معناه هيأنا وأوجدنا للكافرين، والكافر يشمل الكافر بالله عز وجل وبتوحيده وألوهيته، وهذا هو الكفر الأكبر، ويشمل الكافر لنعمة الله عز وجل. الذي يبخل ويأمر الناس بالبخل هذا كافر بنعمة الله عز وجل، فقد أعد الله له عذابا مهينا، عذابا موجعا مؤلما يهينه يوم القيامة، كما ترفع على الناس في الدنيا فإن الله يهينه يوم القيامة. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.